الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية النيابية إنه من المتوقع أن تعتمد موازنة العام المقبل 2022 سعرا جديدا للبرميل النفط يتراوح من 55 إلى 60 دولارا. وأوضح عضو اللجنة جمال كوتشر أن الموازنة حتى وإن استكملت لكن من الصعب إقرارها في البرلمان الحالي بحال إجراء الانتخابات في موعدها، على اعتبار أن قانون الإدارة المالية أشار إلى إرسال الموازنة في منتصف شهر تشرين الأول من كل عام، والبرلمان سيحل نفسه في السابع من نفس الشهر بحال إجراء الانتخابات. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي لتصل إلى 238 مليون دولار، وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.48% لتصل إلى 238 مليون و930 ألفا و627 دولارا أمريكيا. وذهبت المشتريات البالغة 177 مليون و40 ألفا و627 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي بشكل نقدي. أعلنت إدارة الجمارك الصينية أن العراق حل بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر نفط إلى الصين خلال شهر تموز 2021. وقالت الإدارة إن العراق جاء ثالثا كأكبر مصدر للنفط للصين بنحو 33 مليون برميل شهريا، بارتفاع بلغ أكثر من 34% عن شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى أن السعودية جاءت أولاً بأكبر مصدر للصين بصادرات بلغت نحو 46 مليون برميل شهرياً. هذا ويصدر العراق معظم خاماته من النفط إلى شرق آسيا وخصوصاً الصين والهند، وبنسبة تصل إلى 67%، فيما يصدر البقية إلى أوروبا وأمريكا. ارتفعت أسعار النفط مع آمال المستثمرين في أن يتبع ارتفاع الطلب على الوقود خطوة محتملة بالتطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 68 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 65 دولارا فاصل 78 سنتا للبرميل. كما انتعش إنتاج النفط الخام لشركات التكرير الهندية إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر مع انتعاش الطلب على الوقود ما دعم الأسعار. أعلنت الولايات المتحدة عزمها بيع 20 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل. وكان الكونغرس الأمريكي أصدر في عام 2014 تشريعاً بخفض الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لتراجع حاجة الولايات المتحدة إلى هذه الكمية الهائلة. هذا ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط حوالي 700 مليون برميل من أصل مليار برميل للطاقة الاستيعابية القصوى للخزانات. أغلقت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة على ارتفاع عند نهاية جلسة يوم الاثنين، وسجلت مكاسب في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والتكنولوجيا والمواد الأساسية. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.71%، بينما ارتفع مؤشر ستراند أند بور بنسبة 0.85%، ومؤشر ناسداك بنحو 1.55%، فيما أضاف مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا نحو 1.5%. ختام الموجز، إلى اللقاء.